السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء مال الحرارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء مال الحرارة ورياح جنوبية غربية سرعة 13 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 33 درجة مئوية، رطوبة نسبية متدنية خاصة في مدينة الكويت 20%، أما رؤية الأفقية جيدة تزيد عن 10 كيلو. صور الأقمار الصناعية توضح تأثر دولة الكويت بامتداد منخفض جوي مؤثر علينا وراح يستمر معنا خلال 24 ساعة القادمة. ليلة أجوانا مائلة للحرارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، وأيضا الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت 29 درجة مئوية، زرنا الشمالية وربة بوبيان وفيلتشا متفاوتة ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية. في مساء الغد أجواء حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية ورياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة لا معتدلة السرعة، تنشط على فترات قد تصل سرعتها إلى 42 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى أعزائي المشاهدين لمساء الغد مدينة الكويت 41 درجة مئوية، مناطق الشمالية والشمالية الغربية من دولة الكويت قد تصل إلى 40 و 41 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا، وارتفاع الموج من 2 إلى 6 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 3:35، موعد شروق الشمس في الساعة 5:02، أما غروب الشمس في الساعة 6:27. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام القادمة إن شاء الله استمرار الرياح الجنوبية الشرقية رياح الكوس، ولكن متوقع نشاط على فترات اليوم الغد قد تصل سرعتها لأكثر من 42 كيلومتر في الساعة. أجواء حارة خلال فترة النهار، ولكن راح تكون مائلة للحرارة ليلا، وأيضا درجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 41 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى قد تصل إلى 24 درجة مئوية. ابتداء من يوم السبت حتى يوم الثلاثاء أجواء حارة خلال فترة النهار، متوقع أعزائي المشاهدين ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة قد تصل إلى 43 درجة مئوية خاصة يومي الاثنين والثلاثة. أجواء مائلة الحرارة راح تكون خلال فترة الليل إلى معتدلة، وأيضا تحول الرياح إلى شمالية غربية مع دخول منخفض أجواء جافة، وأيضا الرطوبة النسبية تخف خاصة على المناطق الساحلية مع دخول الرياح الشمالية الغربية إلى متغلبة الاتجاه خفيفة لو معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الأيام المقبلة متفاوتة ما بين 40 إلى 43 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.